عشق هذا الرجل للسيارات القديمة جعله يغوص في الصحراء والحفر الكبيرة باحثاً عن السيارات المتهالكة لإعادة الحياة لها من جديد. السيارة طلعها من وسط النفوذ، طلعها من أماكن صعبة يعني، أماكن إلى الآن ما وصل لها الزفلت. أنا اشتغلت بالمجال ذا حوالي 22 سنة والحمد لله استرزقت وعينت من الله خير. السيارات هذه أبحث عنها، فيها اللي مثلك وشراك يقولوا في سيارة بالعرق الفلاني، في سيارة بالنقرة الفلانية، فأروح أبحث عنها هلا، صعب ألقاها له، لكن مع السؤال ومع الوقت ألقاها له. طبعا والله في شيء النادر أشتري مبالغ عالية، والرخيص المتوفر ذا إذا ما استفدت منه أخذه كسكراب على أساس أكمل به السيارة الثانية. تغيير هيكل المركبة وتطوير شكلها طريق اتخذه إبراهيم الحايك في ورشة وسط محافظة المذنب يجمع بقايا السيارات محولها لمركبات باهظة الثمن. شفت صورة بنت بالغرب، واحد مصلح لوري فشفش، اللوري الفشفش اللي هو الفورد 59 السبعة طن، طقت براسي أصلح. تعبت لين وصلت للسيارة هذه. بعد ما وصلت للسيارة هذه قصيتها الغمارة واشتغلت يعني لين وصلت. طبعا السيارة هذه السيارة اللي أخذتها من النت مزبوط، وتوفيق من الكريم طال عمرك، وأخطيت وخسرت وحديد وتعب وضغط نفسي. أنا إن شاء الله يعني لا كبرت بعدين وكذا، أنا بس حطني عندها السيارات أكيف، ما بيك توديني لا أسافر لا أروح لا يمين ولا يسار، حطني بجو هالسيارات وخلها كيف هنا ولا أستيب هالسيارات. لو أقول لك شيء كنت أضحك، أنا بيتي أبغى أثاث، ما كملت بيتي وأكمل هالسيارات، تصدق ولا ما تصدق؟ من حبي لهالشغلة شلون تسحب السيارات؟ كلنا هوايته وأنا أخوك، كلنا هوايته. أنا السيارات هذه مرة أحبها وأنا أخوك والحمد لله. بسمح يا حبيبي من وداتكم خلى الذي كبروا راسك. على أنغام هذه الأغنية يطرب هذا العاشق بين المركبات القديمة والكلاسيكية، مع إنها تسببت بغيابه عن منزله أوقات طويلة. أحمد العثمان، MBC، محافظة المذنب.